احنا زوج دراري قلاليل فقراء مساكين جردناهم عطاونهم الكسوان يجيب البركه عليهم ويرحم والدينا اللي دار الخدمه ان شاء الله. لقيت الاطفال هذه من بكري وذوك خلفوه ولا ولادو وخاوتو هما اللي راهم يقوموا بهذا المهمه اللي مورا الحاج الله يرحمه. علاه راهم كاينين الايتام بزاف مساكين والمعوزين وان شاء الله هذه المبادره تتعمم كاع في البلديه تاع ولايه تشلف. وان شاء الله نتمنوا تتعمم هذه المبادره في كافه ربوع الوطن باش يكون القليل يعني ما يحسش باللي راه وحده ولا ما باليش مازال الخير في بلادنا. اليوم نحضر عملية توزيع ألبسة الختان للأطفال المعوزين والأطفال الفقراء، وهذه المبادرة هي سنة حسنة كان قد سنها الحاج بوفراجة على رحمة الله منذ سنة 2001 وهي مستمرة. وإحنا أنا متابعين ونتبقوها إن شاء الله تتم إن شاء الله بالخير إن شاء الله. ونطالبين إن شاء الله ربما هذه الزاوية إن شاء الله يكونوا فيها رجال اللي يسيروها. وتتم ان شاء الله لاولادنا ان شاء الله يتعلموا فيها ويخرجوا علماء ان شاء الله هذه.